يعود يوم الجمعة ليدخل معه حراك الشعب الجزائري يومه 92، جمعة ميزها الطوق الأمني المشدد على العاصمة وساحة البريد المركزي، خاصة بعد تسييج سلالم المبنى الذي أصبح مكانا رمزيا للمظاهرات بالعاصمة، أمر لم يثني الكثيرين عن قطع مسافة طويلة للالتحاق بالمسيرات. Ça va pas nous empêcher. Le combat continue et les manifestations, je précise, pacifiques vont continuer jusqu'au bout. مطالب وشعارات الجمعة 14 لم تختلف عن سابقاتها، أبرزها رحيل الباءات وكل رموز النظام، وبناء دولة مدنية على أساس العدالة والحريات، دولة القانون والديمقراطية. كما جدد المتظاهرون رفضهم القاطع لإجراء انتخابات 24 جويلية، قبيل 24 ساعة فقط من انتهاء أجال سحب استمارات الترشح لها. نحن ضد انتخابات اللي تنظمها العصابة بنفس قوانين العصابة. الشعب الجزائري مطالبه شرعية نخف منذ الجمعة الأولى إلى الجمعة 14، وهو مطلب شرعي، تنحية الباءات الثلاث، القضاء على رؤوس الفساد، مطالبنا شرعية، ننتظر تحقيق هذه المطالب. جمعة 24 ماي كانت إذن موعداً جديداً مع الصمود، فرغم الحر ومشقة الصيام أصر الجزائريون على إيصال كلمتهم ولعب الدور المنوط بهم في رسم مشهد سياسي يليق بالجزائر. الاستقلال تاع 62 ونزيد تاع 2019 ان شاء الله كامل، يا ربي يروحوا كامل ويتهناو باش يتهناو ولادنا. هذه هي